بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة رجعت معاكم عشان نعمل النايت أو كيكة السبع معالق. في ناس كتير جربتها وبيقولوا إن هي بتفشل منهم، هنجربها مع بعض، يمكن بتكاتي وحركاتي تنجح. وأحب إن أنا أنوه إن كان في واحدة طلبت مني كيكة النايتي وانا قلت لها الاسبوع الجاي، بس انا قلت النهارده هنزلها لها عشان هي لو حابه تعملها لاولادها. احنا معانا هنا دي المواد السائله: لبن، زيت 7 معالق لبن، 7 معالق زيت، هنا 3 بيضات فصلت البياض عن الصفار وهنعرف ليه واحنا شغالين، وهنا في دقيق وذره ملح ومعلقه بيكنج باودر صغيره، هنا انا حطيت 5 معالق دقيق بس علشان انا هعملها بالكاكاو، فاستعوضت خدت معلقتين خليتهم بالكاكاو، يعني معلقتين كاكاو 5 معالق دقيق، ودوت 7 معالق سكر. وهي دي المكونات بتاعتنا النهارده. يلا هندخل بينا نبتدي نضرب بالمضرب. ثواني وهرجع لك. ورجعت معاك تاني، جبنا المضرب بتاعنا، والاول هننزل ببياض البيض وهنبتدي ان احنا نضرب الخليط بتاعنا اللي هو بياض البيض، هنضربه لحد ما نوصل ان هو عامل زي الفوم ابيض خالص. هضربه وهرجع له. وبكده نكون ضربنا بياض البيض ووصلنا للشكل ده، وحطيت معاهم معلقة خل صغيرة، وهنزل عليهم بمعلقة فانيليا برضو صغيرة مش كبيرة قوي. لاحظي الكمية عشان الفانيليا يا جماعة اما بنزودها بتمرر. هضربها وانا بضرب بياض البيض هبتدي انزل بالسكر واحدة واحدة، مش هنزل بيه مرة واحدة، هحط أقل من نص الكمية وهبتدي أضرب وهخلص عشان الصوت وهرجع لكم تاني. ورجعنا تاني، وبكده نكون ضربنا بياض البيض والسكر ومعلقة الخل والفانيليا، وهنبتدي ننزل، هنبتدي نضرب وهنبتدي ننزل الصفار. هخلطه كويس وبعد كده هنزل بالزيت سرسوف لحد ما تخلص الكميه اللي معايا وارجع لك. وبكده ضربنا بياض البيض مع الخل مع الفانيليا مع السكر مع صفار البيض، وده القوام اللي احنا وصلنا له، القوام الكريمي ده. هنبتدي بقى ننزل بالزيت سرسوف كده، هتبتدي تنزلي بيه كده، ايد بتنزلي بالزيت وايد بتضرب، بس هقفل عشان الصوت بس وهرجع لكم تاني. واحنا شغالين خلاص احنا كده خلصنا كمية الزيت، هنبتدي ننزل بكمية كمية اللبن بتاعتنا، هنبتدي نضربهم الخليط بتاعنا ده كله، هنبتدي نضربه كويس قوي وهرجع. وبكده احنا خلصنا كل المواد السائله بتاعتنا، هنبتدي ننزل بالدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح. بسم الله بسم الله. وهنبتدي ننزل بالكاكاو بتاعنا. على فكره يا جماعه الكاكاو والدقيق لازم أن يكونوا منخولين، ما تنزليش بيهم كده، كل ما تكوني بتنخليه كل ما بيديكي نتيجه احلى. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. بسم الله. وقبل بقى وانت في نص الشغل تروحي عامله ايه، وانت في نص الشغل تروحي مشغله الفرنه بتاعتك بتدخليها، بتقعد حوالي ربع ساعه يا جماعه، ما بتقعدش كتير، بتقعد حوالي بس ربع ساعه، هي ربع ساعه اللي بتقعدها او ممكن ربع ساعه يعني حوالي 17 دقيقه، ما بتقعدش وقت طويل
هي مش زي الكيكة العادية اللي احنا بنسيبها تاخد وقت، لا هي مش بتاخد وقت خالص. وكده احنا حطينا كل الخليط بتاعنا وقلبناه كويس. سوري يا جماعة، بسم الله بسم الله. كده الخليط بتاعنا اهو اتقلب كويس، هو ده قوامها. هي ما بتبقاش خفيفة قوي وما بتبقاش تقيلة قوي، لان هي مش زي الكيكة العادية. هي اسمها كيكة ال7 معالق، واللي ما عندهوش مضرب كهرباء يقدر ان هو يستخدم الخلاط. هنبتدي ناخد الخليط بتاعنا هنحطه هنا في الصاج ده، هو صغير مش كبير. بسم الله هنبتدي ننزل بيه. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. بسم الله النهارده انا عاملاها بالكاكاو علشان هحشيها كريمه، كريم جونتين. انا مش هحشيها مربى. ممكن بقى لو انت هتحشيها مربى بتستعوضي معلقتين الكاكاو بالدقيق، يعني بدل ما تحطي 5 معالق دقيق ومعلقتين كاكاو هتحطي 7 معالق دقيق. وبكده هنكون خلصنا الخليط بتاعنا. هندخل في الفرن، هندخل بعد الشر علينا، هندخل الخليط بتاعنا في الفرن وهرجع لكم تاني اول ما يخرج عشان نزوقه مع بعض. انتظروني. ورجعت معاكم تاني. وكده بعد ما خرجت من الفرن ومن الثقوب دي، مطرح ما انا كنت اشوفها ان هي استوت ولا لسه، زي ما احنا شايفينها طرية وجميلة في منتهى الجمال. ممكن نعمل منها على فكرة سويس رول، نحط الكريم بتاعتنا وهنلفها وهنحن ونقفل عليها بالورق الزبدة وهنبيتها في التلاجة وهنقدمها تاني يوم. وممكن نعمل منها النايتي، ممكن نشكل منها اكتر من حاجة، بس احنا النهاردة عاملينها للنايتي. فاحنا دلوقتي هنضرب الكريم جانتي بتاعنا وتكون هي بردت شوية ونبتدي نزوقها مع بعض. وفي معلومة يا جماعة، اي كيكة مش دي بس، اي كيكة بصفة عامة اما تستوي ما تخرجيهاش من الفرن، ما تخرجيهاش، سيبيها في الفرن لمدة 10 دقايق عبال ما تبتدي تاخد على درجة حرارة الجو علشان ما تهبطش منك. الكيكة بتهبط مننا يا جماعة عشان ما نخرجها وهي سخنة، تروح انت مديها صدمة مع الجو فتبتدي ان الكيكة هوب تلاقيها هبطت، فتبتدي تنتي تزعلي وتبتدي تفكري هي ليه هبطت. هي هبطت علشان انت ما اديتيهاش مجالها. اما بتستوي انت لازم تسيبيها في الفرن قيمة 10 دقايق، ولو هتسيبيها اكتر من 10 دقايق هتجيبي فوطه نظيفه وهتغطي الصينيه وهتروحي بالفوطه وهتروحي حاطه عليها اي صينيه تاني من فوق. طيب ليه؟ علشان اخلي الوش بتاعها طري ما اخليهوش ناشف. طيب ليه بقى بحط الفوطه؟ علشان لو انا حطيت عليها غطا، لو انا حطيت عليها صينيه، لو انا حطيت عليها اي حاجه تانيه، فبالتالي هتعرق. فاما تعرق هتنزل على الوش بتاع الكيكه بتاعتنا، هتخليها مبغبغه ومش حلوه، وهتخليها منزل عليها كأن عليها ميه. فاحنا كده عرفنا ده حاجه سبب من ضمن اسباب هبوط الكيك. هنضرب الكريم جانتي وهرجع لك. وبكده نكون ضربنا الكريم جانتي معانا، بس انا عايزاه يكون بالشوكولاته، فهاخد معلقة من النوتيلا وهضربها مع الكريم جانتي وارجع لكم. وبكده هنكون ضربنا الكريم جانتي بتاعنا وحطينا معاه معلقة النوتيلا وهنبتدي نعمل النايت بتاعنا. هنبتدي نقسمها بالنص، يعني احنا ممكن ناخدها كده بالورب. ممكن لو انتي مش عندك بقى مسطرة زي قسيها، ادي شبر وادي شبر. لا انا هاجي هنا شوية كده وهنبتدي
ان احنا نقطع الكيك بتاعتنا. بسم الله. بصي هي طالعه وجميله بجد بجد، هي حاجه كده في منتهى الجمال. بصي الكيكه بتاعتنا مستويه وهيشه، وحلوة قوي. هطلعها وهرجع. وبكده هنكون طلعناها، وهنبتدي ان احنا ناخد الاسباتولا بتاعتنا وننزل بيه الكريم جونتي، هنحطه من الداخل. يا جماعة الحشوة دي حاجة ترجع لكم انتوا، لو هتعمليها ابيض مش هتعمليها بالكريم جانتي، قصدي لو هتعملي الكيكة ذات نفسها بيضة يبقى انتي هتعملي مربى، هتضربيها مع شوية مية بسيطة في الخلاط او بالهاند بلندر او بالحاجة المتاحة معاكي، وبعد كده هتحطيها ومن فوق هتزوقي بالشوكولاته او بالمربى، دي حاجه ترجع لك. انا عملتها النهارده عملتها بالكريمه، بحشوه الكريمه، لان انا زوجي اللي طلبها بالكريمه، انا سالته راح قال لي لا انا مش عايز اكلها بالمربى ومش بيحب الحاجات المسكره قوي، قال لي انا هاكلها بالكريم. فالموضوع دوت على حسب الرغبة وعلى حسب الناس اللي عندك بيحبوا ايه، بيحبوا الكريمة ولا بيحبوا المربى. انا كده حطيت على الجزء ده. بسم الله بسم الله، خلي بالك وانت بتشيليها. هنقلبها على الجزء الثاني ده كده اهو كده، قلبناها. هنبتدي بسم الله نشيل الطروف بتاعتها، الطروف بتاعتها يا جماعه ما بتترميش، احنا بس بنشيلها عشان الشكل، في نفس الوقت عشان الطروف بتبقى ناشفه شويه، عشان كده احنا بنشيل الطروف. بسم الله. بعد كده لجوه شوية، اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقطعيها كده من النص، معلش هي بس الكريمة عشان الكيكة دافية فالكريمة سايحة شوية. هرصها في الطبق وارجع لكم. وده يا جماعة الشكل النهائي بتاعنا للنايتي النهاردة، او كيكة السبع معالق. يتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان هي تعجبكم، ويلا بينا ندوق. بجد بصي الكيكة طرية جدا. بسم الله. بجد بجد يا جماعة اتمنى ان انتوا تجربوها، لا بجد طعمها حلو اوي. بسم الله.
اما باكلها يا جماعه بفتكر ايام زمان والنايت بتاع زمان. بجد جربوها وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم، ويا ريت اكون وفيت مع الاخت اللي طلبت النايتي. بسم الله. تعالوا بقى يا جماعه انا هاكل بقى بعد اذنكم، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.